بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، ما حصة تفاعلية للآيات من الآية 26 إلى الآية 29 من سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ اخرج لسانك في الذات. هذا لا يجوز في حصة القرآن يا ناصر أنت وإبراهيم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ ناصر وخالد أقصد. تفضل يا عمار. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ خطأ. فأين تذهبون؟ تاني. فأين تذهبون؟ ممتاز. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. انتبه، إن هو هنا إظهار، بقولها بسرعة. إلا ذكر لل، دخل التنوين في اللام، إدغام كامل، لا تقول تنوين. ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر للعالمين. اسمع اسمع تاني يا سمعني. إن هو ذكر للعالمين. للعالمين. أحمد. إن هو ذكر للعالمين. تركي. ما سمعني. إن هو ذكر للعالمين. خطأ. في عمار سعد، مجموعة المشاغبين مخصوم منها 5 درجات، المزعجين دائما ما تتحدث، واحنا في حصة القرآن ولا كأن في حصة قرآن. تفضل. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو ذكر للعالمين. يلا مراد. إن ذكر للعالمين. ممتاز. تفضل يا يزيد. بس يا مراد. إنه غلط. قاعد تلعب. ما بقول لك كل الزملاء كرام وانت قاعد تلعب. تفضل. إن هو إلا ذكر للعالمين. عمار بارك الله فيك. نايم على نفسك. إن هو إلا ذكر للعالمين. أحسنت. تعال يا عمار. إن هو إلا ذكر للعالمين. أحسنت. إن هو إلا ذكر للعالمين. ما قلت ذكر، لا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين. تعالي مع بعض. إن هو إلا ذكر للعالمين. وطي صوتك يا سلطان عشان بتقرأ خطأ. إن هو إلا ذكر للعالمين. طيب اسمع هذه المجموعة. ها. لا. إن هو إلا ذكر للعالمين. عمار. إن هو إلا ذكر للعالمين. لا ما هو ذكر. ذكر ال، شيل التنوين وانت لا. مجموعة علي اقرأ. نايم يا سالم. إن هو ذكر للعالمين.
نايم يا علي. عبد المحسن صح. تاني يا عبد المحسن. إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هو الذي تتحدث عنه هذه الآية؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لا ها اللي يعرف يبقى شاط. ها مين؟ القرآن الكريم. إن هو إلا ذكر يعني ذكر للعالمين، للإنس والجن، للعالم كله من الإنس والإيه والجن. طيب لمن شاء هنا إخفاء، لمن شاء هذا مد متصل ست حركات، منكم بخفيه، أي دخل النون في الياء إدغام بغنة، أي ما قولش أن، لا أي يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم، أسمع الجمعة أبو بكر، لمن شاء منكم أن يستقيم. تاني لمن شاء منكم أن يستقيم، نسمع مجموعة عمر، أي يستقيم، هذه مجموعة عثمان، لمن شاء منكم أي يستقيم، مجموعة علي، قلت طلع قرآنك يا مراد، ما هو آت الإنجليزي، طلع القرآن، تاني لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا إذا شاء الله، لذلك أي شيء تفعله تقول إيه؟ إن شاء الله. هنا مد متصل تشاءون، يشاء مد متصل، يعني ست حركات. وما تشاءون إلا أي، هنا دخل النون في الياء، إلا أن يشاء الله رب العالمين. أسمع مجموعة أبو بكر، وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. نسمع مجموعة عثمان، وما تشاءون إلا، مجموعة نيمة، مجموعة عمر، نسمع مجموعة علي، اقرأ هذه الآية يا مراد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شاطر، اقرأها يا ريان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يلا عبد الرحمن، وما تشاءون؟ وما
إلا أن يشاء رب العالمين. لا، إلا أن يشاء الله رب رب العالمين. تفضل يا تركي. لا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآن من يستطيع أن يقرأ القراءة صحيح؟ تعال يا سعود، تعال يا سعود، تفضل يا سعود اقرأ. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ممتاز. إلا أن يشاء. تفضل يا إبراهيم. فأين؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رائع رائع. تفضل يا عمار. عبد الرحمن اصحى. عبد الرحمن. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، علي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسن، ممتاز. الإدغام عندك ممتاز. فأين تذهبون؟ إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ها؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله رب العالمين. اقدر اغسل وشك عشان تصحى. تعال يا ترك، انت صح يا ترك، بكلم علي. فأين تذهبون؟ إن هو على طول. إن هو هنا إظهار، نظر النون. إن هو. لا تقف عليه. مد. لمن شاء منكم أن يستقيم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تعال أمراد، ممتاز. تعال أمراد بسرعة يلا. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. ممتاز. عبد الرحمن تعال اصحى، تعال تعال بسرعة. حاضر. يلا عبد الرحمن، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا لرب ذكر للعالمين. الله. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسن. تعال يا زي، تعال يا عبد المحسن، تعال بسرعة. أي علي، أنت لسه قاري يا علي. يلا مع بعض، مع بعض. فأين تذهبون؟ إن هو إلا
ذكر للعالمين. رياض اصحى. أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب. رياض وأحمد وناصر وخالد وسعود بسرعة. عمار تعال معاهم. أحمد خلاص انت قرأت. تعال يا سالم. يلا مع على مهلك يا أحمد على مهلك. تعال يا عمار هنا جنب أحمد خلاص. يلا مع بعض. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي وما تشاءون إلا أي الله رب العالمين. طيب الآن اقرأ هذه الآية. يا حد قال لك تعال هنا؟ تفضل يا ناصر. فأين تذهب؟ عمار اقرأ لي هذه الآية. اجلسها ممتازين. تعال يا رياض. تفضل يا رياض اقرأ لي هذه الآية. إن هو هدوء. صح ممتاز. تفضل خمس مرات قلت اجلس مكانك يا عبد الرحمن. حرام عليك يا أخي أحمد. تفضل يا أحمد. فأين تذهبوا. ممتاز. سالم إن هو إلا ذكر للعالمين. طيب اتفرجوا على يزيد وسعود وعمار. اتفرجوا علشان هذه المجموعة اتخصم منها كمان خمس درجات. أسوأ مجموعة اليوم. ممتاز. اتفضل يا سالم. تعال يا خالد اقرأ لي هذه يا خالد. وما تشاءون. أحسنت يا خالد. سعود اقرأ لي هذه الآية. رائع يا بطل. بارك الله فيكم أيها الأبطال وجزاكم الله خيرا أيها المجموعات المهذبة، مجموعة عثمان ومجموعة علي ومجموعة عمر رضي الله عنهم. أما هذه المجموعة فهي متميزين ولكن يحتاجون إلى انضباط ساعة القرآن. لابد إذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خلاص يا عمار أنا حذرتكم. المجموعة المفروض تحافظ على درجاتها لا تضيعها. وهذا خلاص بحذف اللي فات ونفتح صفحة جديدة. تمام ماشي خلاص.